مرحبا بكم يا أطفالي في قصة مصورة مع المعلمة دلال شهاب. قصتنا اليوم بعنوان يمان والقطة. هذه القصة من تأليف ورسوم منال فهمي محجوب من دار النشر دار الفكر. كان يمان يلعب مع قطته في الحديقة الجميلة. ركضا نحو البحيرة فشاهدا صورتيهما على سطح الماء. قالت القطة: انظر يا يمان، أنا لي أنف واحد وأنت لك أنف واحد أيضا. قال يمان: نعم نعم، وأنا لي عينان اثنتان وأنت أيضا لك عينان اثنتان. قالت القطة: لي أذنان اثنتان وأنت لك أذنان اثنتان. قال يمان: وأنا لي يدان اثنتان وقدمان اثنتان. قالت القطة: لي ذيل واحد وشاربان اثنان. ضحك يمان وقال: أما أنا فليس لي ذيل، وعندما أكبر سيصبح لدي شارب مثلك. وهكذا يا أطفالي نكون قد تعرفنا من هذه القصة إلى العددين 1 و2. وإلى هنا تنتهي قصتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا، ودمتم في رعاية الله.